السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المتابعين الأعزاء من جميع أنحاء الوطن العربي. طبعا نداء وتلبية لطلباتكم تم مشاركة معركة قتالية مع صديقي أسطورة، معركة ضمن قتال 2-2. طبعا في البداية نقوم بنشر واسع للجنود في أنحاء الخريطة من أجل جمع كم موارد، مع التركيز على جمع الموارد من البحر أيضا، لأن الموارد البحرية لا تقل أهمية عن الموارد البرية، لذلك لا تهمل جمع البحر ولا تهمل جمع اليابسة، وكن تمسك العصاي من النص، يعني لا تترك البحر ولا تترك اليابسة، لأن الموارد البحرية مفيدة جدا في بداية المعركة، وأيضا الموارد الأرضية. وما سيما نحكي لكم عن شغلة مهمة جدا، هي انك بس تطلع دلتا في بداية المعركة راح تكون لك افضلية وهيمنة في السيطرة على البحر، ولا تجعل الخصم يأخذ البحر، بلاش يغدرك بتمساح متمسح ويمسحك مسح. في البداية نقوم بالاستكشاف، نستكشف العدو شو مخطط شو بيعمل. طبعا في البداية انا سوف اقوم بارسال قتيبة مستقلة من الجنود من اجل ازعاج الخصم قليلا، بحب ازعج الخصم شوية جنود من اجل انه الخصم يضيع موارده، ومنه بكسب وقت ومنه بتجسس. يعني هي 3 عصافير بحجر واحد، اضاعة وقت الخصم في التصدي للهجمة التي سوف تقوم بها. 2، الخصم راح يضيع موارد اكثر من هجومك، واذا الخصم ما ضيع موارد اكثر من الهجوم الخاص فيك الخصم يعني راح يكون هو الخسران. 3، انك تكون مركز في اللعبة وتعرف شو الخصم بيسوي، اسلحة يستخدمها ضدك. وفي البداية هذا هو الدبور، والدبور لديه ماكس لانه يقوم بدمج بدرجة كبيرة لايك ماكس. اظن الخصم عم بيحاول يزرع الغام، بس احنا دمرنا الارديميلو قبل ما تيجي، والحين هاجمنا. ما في زراعة الغام لك يا صديقي، زراعة الغام تستخدمها ضد شخص غيري. الآن بدي أضايقك، عم بتضايق الخصم، نتسلى عليه. نعم هذه من الاستراتيجيات اللي بحبها جدا، هي اني اضايق الخصم واخسر موارد. طبعا هذا الدبور ولا هو راضي يموت ابدا، حتى الفيتركس ما بتعمل اثر كبير عليه بصراحة، دبور قوي. يعني العدو عم بيحاول انه يتصدى لهالهجمة، بس انا بس احس الجيش تبعي قارب على الموت راح انسحب. طبعا بنسحب بدون خسارة كبيرة، وايضا سببت للخصم خسارة كبيرة، يعني ضيعت وقت الخصم. الخصم الحين مشان يرفع ليفل 4 او رتبة 4 بده وقت كثير، راح ضيع وقت. يعني أخذنا الخصم وكسبنا وقت، واللعبة هاي استنزاف، يعني إذا استنزفت الخصم استنزفت موارد في كثير، الخصم راح يخسر، وإذا الخصم ما استنزفته راح أنت يعني تخسر. خليكم مع المعركة شوي ونرجع لكم بالتعليقات. على ما يبدو الخصم عم يستعمل استراتيجية قادرة جدا، وهي استراتيجية الحصار. ما اخذ نصف البحر وحاط لي دبور، يعني مفكر حاله مسيطر، بس ما هو مسيطر في الاجواء، ان اسطورة موجود، بس يكون اسطورة موجود، اسطورة ملك الاجواء، ملك الجو، ملك الطائرات. يعني إذا كانت هناك طائرات وكان هناك أسطورة، الفائز سوف يكون أسطورة، لأنه أبرع من حرك الطائرات بين العرب. طلع بين العرب بيحركوا طيران باحتراف قليلين جدا، ومنهم أسطورة. طبعا أسطورة كان في الزمانات، يعني قبل 2 أو 3 سنين تحكوا عنه نوب، أما حاليا أحكي لكم أنه صار أفضل محرك طيران بين العرب. أتحدى أي لاعب فيكم يا عرب يحرك الطيران زي اسطورة،
ما في حد يقدر يحرك الطائرات بالأسلوب الذي يستخدمه أسطورة، لأن الأسلوب الذي يستخدمه أسطورة أسلوب عظيم وأسلوب محترف وأسلوب خطير، أسلوب يدل على احتراف بمعنى الكلمة. في البداية نطلع هيك نشوف انه هان في جكوارات هجمات، بنفس الوقت يتم تشكيل جيش بحري من اجل هجوم خاطف مباغت، يعني وين يهجموا على محورين، محور بحري ومحور ارضي، ولكن مفيش تنسيق بما فيه الكفاية، يعني تأخر كثير الهجوم البري والهجوم البحري، ما كانوا منسقات مع بعض. لو كانوا منسقات مع بعض او كان موجود محل كامل لكانت النتائج أخطر بكثير. معركة مستمرة، نقوم بامتصاص الهجمة تبع تماسيح هذا الخصم، أشخاص لازم نتم امتصاصها لأن المضاد البحري الماكس بكل تمساحين والدربة مضاد بحرية، يعني الخصم إذا بده يهاجم بكل قوته راح يخسر جيشه، لأن المضادات البحرية لها الكفة العليا في القتالات القريبة. الخصم يضطر انه يهرب ويتراجع. وهجمة باغتة من اسطورة واستهداف خطير. زي ما شايفين وتم استهداف المطارات ببراعة. الخصم خسر المطارات وودع اللعبة. طبعا استهداف المطارات جيد جدا، لان الخصم كل ما يخسر هوكس ما راح يقدر يطلع بدالها، يعني نستهدف المطارات حركة كتير جريئة وحركة كتير مرتبة تدل على ذكاء وخبرة. العدو عم بشكل تشكيلاته، هجمة باغتة من الجانب، واستهداف ثور. اعتقد ان استوى هذه المرة سوف يقوم باستهداف المطارات، واستهداف خطير تم اسقاطنا من المطارات. طبعا استوى يضطر يتراجع للخلف، ومحاولة اخرى لاستهداف الثور، بس بصراحة يعني الهجمة هاي بس خسرت خصم موارد، من القسم اعاد ترميم المطارات في الوقت المناسب، يعني قدر يلحق حاله، لحق حاله وعمل مطارات جديدة. الان عندكم الخصم الازرق بدي اعمل حركة، وهي محاولة هجوم بحري، بس قبل ذلك سوف اقوم عمل هجوم بري ثم هجوم بحري، يعني بدي اعمل هجمة على محورين. المحور الاول محور ارضي زي ما شايفين هجمت من الارض، بس كان في كتير هوكس. طب بحكي الاسطور يضرب المطارات والهوكس خلص يفوت تبعها، الصورة ما ضرب المطارات عرفش ليش، كأنه ما عنديش فيه هو الثاني، يعني ضرب المطارات في هذا الوقت كان وضعه ممتاز. نخليكم مع احداث المعركة شوي. نرجع لكم، واستهداف خطير، تم استهداف مبنى الجيكوار لدى الخصم، واشتباك بحري ايضا على محور اخر، معركة استنزاف. الخصم بيخسر موارد ونفس الوقت الخصم مضطر يحارب، يعني يضطر يبني جيش وبده يبني المصانع اللي دمرها اسطورة، لهيك الخصم راح يفلس.
زي ما انتم ملاحظين هجوم اخر من الخلف. راح اضطر اتراجع ضد الهجوم هذا، لان الهجوم هذا راح يخلص علي وعلى الاسطورة اذا ما تم التعامل معه بالشكل المناسب. نفس الوقت تركز على محور ارضي، محور جوي، بدك تركز على كل المناطق. ضرب الثور موفق، اتوقع القسم كسر المنظمة جيكوار متواجدة داخل منطقة الإخفاء، مما يعطينا أفضلية في التصدي لهذه الهجمة. القاسم لسه عم بيطور حاله، بيعمل كتير مصانع هوكس، ناوي يستمر في الضغط باستخدام الهوكس. وهجمة أخرى، من الصعب جدا تصدي لهذه الهجمة من ثلاث محاور، محور أرضي ومحور الزومبي اللي هو مركبات المدمرة، ومحور ايضا الارض مائي. يعني بصراحة اتوقع ما حكيت له كثير تدمير مباني الخصم، مما يجعله ذي الافضلية في المعارك، ان الخصم بفلس من هاي التدميرات. لقد استمتص الخصم بالهجمة بنجاح وتمكن انه يصد الهجمة. نراكم حتى الهجمة القابلة اذا ذكروني. وايضا نتيجه الهجمه الجايه اللي حكينا عنها الان راح يصير التحام ارضي بري جوي بحري. الان الخصم عنده جيش في البحر وعنده جيش في الارض وعنده جيش في الجو. طبعا المعركه مستمره وضرب الثور موفقه. أنا متخبي خلف الأبنية والدفاعات، ما لي مصلحة أصد لوفي بأي شكل أحمق من لوفي، حتى لو كان يعني جاي حكون كيف أحكي لكم كثير متعب وكثير ضعيف. هيك ما أنصح حدا بمشاهدته. هاتي يا لجو مستمرة والوضع كثير ممتاز. استهداف ثور موفق من قبل أسطورة. المعركة مستمرة بصراحة، مشاهد المعركة هاي جد 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 حماسية. المهم ترككم مع المعركة حتى نشوفكم في الفيديو المقبل، لأن يا شباب تعبان ما بقدر أعلق المعركة بالكامل. إن شاء الله بيوم آخر أعملكم معركة مع طالين كامل، وإن شاء الله تعجبكم. إلى اللقاء، حتى نشوفكم في اللقاء القريب.
New objective. Jetpack reloaded!